جاء إعلان الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد عن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير ليثير التساؤلات عن دور جماعة الإخوان في هذا التأجيل. التساؤلات بدأت بمحاولة إخوان السودان إفشال اللقاء الذي اقترحته إيغاد لوقف الحرب وفتح مسارات الإنسانية والشروع في الحل السلمي عبر التفاوض، حيث قللت الغرف الإعلامية للجماعة من الاجتماع ونتائجه المرتقبة. الكاتب السوداني محمد الأصباط أكد بحسب مصادر من سكرتاريا الإيغاد أن السبب الأساسي في التأجيل كان قائد قوات الدعم السريع الذي اعترض على أجندة الاجتماع، فيما رأى المحلل السياسي المصري الدكتور هشام النجار أن تنظيم الإخوان في السودان هو المستفيد الوحيد من استمرار الحرب، لأن مناخ الاستقرار يزيحه من المشهد ويعرض قادته للمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم وفي مقدمتها إشعال هذه الحرب.